الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن نمشي على خط درب أبا عبد الله الحسين. يا لثارات الحسين، نمشي على نهجه ولن نتنازل عن القصاص من القتلة الذي قاموا بقتل أولادنا، وخصوصا نحن أمام القبر ابني الشهيد ياسين العصفور الذي استشهد من قبل النضال بالغازات السامة، ونحتسبه مع القواسم وعلي الأكبر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم.